أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستمر معكم في تغطيتنا المتواصلة لمتابعة أهم الأحداث عالميا ومحليا. سنكون معكم خلال الفترة المقبلة الزميل أحمد بشت ونادينا سالم. مساء الخير يا أحمد. مساء الخير دينا. الفترة المقبلة لمدة ساعتين سنتابع خلالها مشاهدينا الكرام آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسعار السلع، لكن البداية ودوما مع أبرز الأخبار. فقد قفزت صادرات مصر السلعية غير البترولية بنسبة 20% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 9 مليارات و200 مليون دولار. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا ترجع لاستقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة. وأضافت أن ارتفاع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية أسهم في تعزيز صادرات مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من جميع الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة في أسواق دول القارة الأفريقية. لمزيد من التفاصيل انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي. دكتور حسني، الربع الأول تحديدا من هذا العام ربع مهم جدا أن يتم القياس عليه لأنه في خلاله بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، فبالتالي أن نقفز بهذه النسبة بنسبة 20% هذا خبر جيد في حد ذاته في هذه الآونة تحديدا من التاريخ العالمي. مساء الخير على حضرتك. احنا عاملين خطة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار. السنة اللي فاتت أنا بتكلم عن لو قارنا 21 ب 20، إحنا بالفعل حققنا أرقام أكثر من متميزة، وبالتالي إحنا بنواصل كمان هذا العام في الزيادات الأخرى. لو اتكلمنا على الزيادة الأولى واللي هي كانت بتتراوح في 32% ما بين 21 و20، ودينا خلال العام ودينا الربع ده عملنا 20%، يبقى إحنا كده بنقول إحنا على الطريق الصحيح. مصر إمكانياتها كويسة من خلال الاتفاقيات اللي هي عضوة فيها، زي لو قلنا اتفاقية التجارة العالمية واتفاقية الكوميسا، إمكانياتنا متوفرة عشان نصدر، لازم يبقى عندنا صناعة، وبالتالي كان في دعم وحوافز للمصدرين من ناحية، فايدة اللي اتخفضت كان ليها أثرها، اشتغلنا على حتة الصناعة والصادرات وبالتالي بنجني ثمارها. لما نتكلم على حاجة بسيطة جدا، احنا بنتكلم ان احنا مستوردين للقمح، لكن على الجانب الاخر احنا مصدرين للخضار بالكامل لكل اصنافه. كنا بنصدر اثناء الجائحة قبل الجائحة ل 36 دولة، انتهت الجائحة واحنا اسواقنا بقت 134 دولة. اذا مصر بتاخد اسواق جديدة، بتستفيد من الازمات، من المنحة، من المحنة، كان في منحة يا استاذ احمد، وبالتالي نتعشم ان نصل الى ال 100 مليار دولار خلال الثلاث سنوات او الاربع سنوات القادمين، وبالشكل ان يتعدل الميزان التجاري بتاعنا. و يعني ايه تصدير؟ تصدير يعني يسبقه انتاج ويسبقه فرصه عمل، ده اهم ما في التصدير، هيغطي شح السيوله اللي عندنا في العملات الاجنبيه، مزايا التصدير كثيره. عشان كده الحوافز كان ليها اثرها، سعر الفايده كان ليها اثرها، المناطق الصناعيه الجديده كان ليها اثرها، الاتفاقيات بتساعدنا ان احنا ننمو لهذا الرقم المستهدف اللي هو بيمثل 100 مليار دولار. دكتور حسني، لنتحدث عن الفترة الفائتة والتي شهدت انتعاشا بعض الشيء في الصادرات المصرية، إلى أي مدى أسهمت البرامج التحفيزية للدولة وأيضا رد أعباء المصدرين في تنشيط هذه الحركة برأيك؟ خلينا نقول أن الدولة دفعت تقريبا خلال 18 شهر بس أكثر من 30 مليار جنيه، بنتكلم بالجنيه، كانت متأخرات وحوافز مستحقة، دي كان ليها أثرها على اهتمام المصدرين بالمنتج وقياس الأسواق ومعرفة الأذواق والمقاييس المطلوبة، والرقم ممكن يزيد عن كده بدون شك، كان ليها أثرها. العبء التصديري خف،
زودت التنافسية، لأن بقى في عوائد تانية للمصدر غير الحصيلة الدولارية. ممتاز. طيب دكتور حسني، يعني هذا يمكن أن نضعه أيضا في إطار ما أوجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين في إفطار الأسرة المصرية، بزيادة الإنتاج الصناعي المصري، بتعميق المنتج الصناعي المصري، وهذا معناه زيادة في حجم الصادرات وتقليل في حجم الواردات الصناعية، وبالتالي ضبط كبير لميزان المدفوعات المصري. فبالتالي نحن أمام توجيهات وأمام واقع يقول أننا سائرون إلى هدف 100 مليار صادرات. خلينا نقول يعني ايه تعميق صناعه عشان الساده المشاهدين. تعميق صناعه يعني احنا بنجيب المنتج المحلي من الخارج، الرو ماتيريال مثلا، عشان نصدره ونعيد، عشان ننتجه ونعيد تصديره. لا، احنا هنطلع منتج مصري وبالتالي بقى فيه قيمه مضافه واثره. يعني على سبيل المثال مثلا، احنا مش هنصدر ثاني الرخام، احنا هنعمل قيمه مضافه فبنخلق فرص عمل. مش هنستورد معادن، احنا هنطلع المعادن، احنا ينقصنا النهاو. النهاو تقريبا الدولة شغالة عليها اللي نقل التقنيات عشان نعمق الصناعة ونوطنها. وبالتالي ان شاء الله الرقم 100 مليار مش كتير. احنا النهاردة لو اتكلمنا على الصادرات غير النفطية زائد النفطية، احنا 45 مليار دولار لو قارناها بال 26 ما قبل الاستراتيجية الوصول، احنا في الطريق الصحيح. واللي احنا محتاجين مزيد من استخدام مكاتبنا للتسويق خارج مصر. لما نتكلم عن افريقيا بنتكلم عن 1.2 مليار من السكان، في دول حبيسه يعني ما عندهاش سواحل، وبالتالي لازم الوصول ليها. دي محتاجه شركات شحن بالطيران، سواء احنا مصر الطيران تعمل كارجو أو نجيب شركات تانية، دي بتدعم صادراتنا. أفريقيا لما نيجي نتكلم عليها يعني بضاعة حاضرة، زي تجربتنا في كينيا، إحنا خدنا مساحات كبيرة لتخزين منتجاتنا وبالتالي البيع الفوري. دي الحاجة التانية، التجربة دي لو اتعممت بيكون أثرها، وإحنا عندنا ميزة تنافسية اللي هي بتاعة الكوميسا. الحاجة التالتة، لازم يبقى عندنا تأمين على مخاطر الصادرات. مصر بالفعل عاوزه تعمل 6 مليار دولار للتامين على الصادرات، دي برضك بتريح المصدر وبتامنه. احنا السوق الاقرب الى افريقيا، احنا منتجنا مطلوب، لازم نعرف الاسواق ونحدثها. الوصول ل 100 مليار لو عملنا الهوم ورك بتبقى حاجه جيدا. نعم. ازاء العوائق التصدير ايضا بتوصلنا للهدف. دكتور حسني، طبعا كثير من الدول تتحدث عن أهمية تطوير وتنمية الصادرات السلعية غير البترولية وعدم الاعتماد فقط على الصادرات البترولية، ربما هذا يعني يتناسب أكثر مع الدول التي تعتمد بنسبة كبيرة على النفط، لكننا في مصر هنا أيضا نحب أن ننوع من المحفظة الاستثمارية. تحدثت عن الصادرات البترولية وغير البترولية، ما هي النسبة من كلا النوعين في الصادرات؟ احنا النهارده بنتكلم 32 مليار، انا بتكلم عن عام 21 كان يقابلها 1.8، قول 12، دي صادراتنا من النفط والغاز. الرقم اكثر من ممتاز، عاوزين نفتكر. وكيف نقارنه بالصادرات غير البتروليه؟ هنقسم النسبه دي اللي هي 12 على ال 32 زي تقريبا قرابه الثلث. احنا لازم نضيف على المجموع ال 32 زائد ال 12، احنا بنتكلم في بنتكلم في رقم 18-19%. صادرات، لكن بالنسبه لمصر احنا مش من الدول اللي اقتصادها اساسا بيعتمد على زي الخليج بالزبط. على الصادرات النفطيه بتفرق معانا، نتمنى ان يكون تمثل في يوم من الايام 50%. احنا ما ننساش ان احنا عندنا عوائد ورسوم وضرائب ورسوم جمركيه وهكذا، دي موارد سياديه برضك بتجيب حصيله. احنا اقتصادنا متنوع خلاف الاقتصاد الخليجي، وبالتالي كويس ان احنا نوصل ل 100 مليار
دي حاجة هدف ممتاز. في دول وصلت، أنا لو قارنا مثلا بتركيا صادراتها تفوق ال 200 مليار، والبدايات بتاعتهم كانت قريبة مش بعيدة. أنا مستبشر خير بالقادم مع إزالة عوائق التصدير وتفعيل مكاتب التجارية في على الأقل في أفريقيا الأسواق القريبة مننا، مع مراعاة إن أكبر مستورد، عشان بس الأخ السادة المشاهدين يكونوا عارفين، المستورد رقم واحد من مصر هي الولايات المتحدة الأمريكية، رقم اثنين المملكة العربية السعودية. أفريقيا أمامنا بالكامل، وبالتالي إيجاد، إحنا قلنا كلمة سر للصادرات لأفريقيا هي كلمة البضاعة الحاضرة، دي محتاجة دعم لوجستي وأماكن تخزين للبيع الافريقي، المواطن الافريقي بيحب. ودكتور حسني يعني اسمح لي ساضيف وايدك فيما تقول، يعني حجم الصادرات لافريقيا زاد خلال الربع الاول من هذا العام بنسبه 35%، بالاضافه للدول العربيه التي زاد فيها حجم الصادرات المصريه بنسبه 28%. اذا هناك توجه مصري من القطاع الخاص من رجال الاعمال للسوق الافريقي بشكل اكبر واكثر اندفاعا كما تدلنا الأرقام وكما تدلنا ربما الخريطة الاقتصادية المتغيرة في العالم الآن. ممتاز، أشاركك الرأي. في مؤخرا فقط اهتمينا بأفريقيا، العوامل السياسية كان لي أثرها، أعتقد دول حوض النيل لو برضك اهتمينا بيها بتزيد من صادراتنا. اهتمامنا بالكوميسا ودول شرق أفريقيا دي أثاره، زي ما قلنا برضك احنا محتاجين شركات للكارجو للدول القريبة مننا من وبالتالي النقل من خلال الطيران احنا الأقرب، وبالتالي التكلفة بتقل، ودي ميزة تنافسية لابد ان احنا نستفيد منها، حتى لو ما خدناش العوائد فلوس ناخدها رو ماتيريال، ناخد مواد خام لإعادة تحويلها وتصديرها مرة أخرى. بشكرك جدا ضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي. ناقش دكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في اجتماع مع ممثلي عدد من المطورين العقاريين، ناقش مقترحاتهم لتنشيط قطاع التطوير العقاري في السوق المصرية وإزالة المعوقات التي تواجههم، وتناول اللقاء بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقاري عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقاريين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات في مصر. خلال جلسة نهاية الأسبوع قفزت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، حيث صعد مؤشر السوق EGX30 والمؤشر الرئيسي بنحو 3% ليغلق عند مستوى 11,047 نقطة. أيضا صعد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة. أيضا ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 2851 نقطة. وإجمالا فقد ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 17 مليارا و600 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 715 مليارا و100 مليون جنيه. لتحليل أداء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم وأيضا خلال الأسبوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال. مساء الخير دكتور معتصم، وبداية هذا الارتفاع الواضح في مؤشرات البورصة إلى أي مدى يرتبط بالتصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص دعم البورصة المصرية؟ مساء الخير دينا، مساء الخير على مشاهدينا الكرام. بالتاكيد التصحيح له تاثير كبير جدا على التعاملات بشكل واضح. كان عندنا الاسبوع ده يعني قرارات سيد الرئيس كان ليها تاثير كبير، وقرار سيد رئيس الوزراء بزياده المشاركه المؤسسيه في التعامل في سوق الاوراق الماليه عن طريق صناديق التامينات وغيرها، وبالتالي ده برضو كان ليه تأثير كبير جدا. سيادة الرئيس اهتم بشكل واضح
عملية الطروحات الحكومية وطروحات شركات الجيش والشركات العامة ووجود جدول زمن واضح لعملية الطرح، وبالتالي يعني ده معناه ان احنا نوفر بضاعة جديدة داخل السوق تجذب مزيد من المستثمرين. شفنا بشكل كبير المؤسسات المصرية النهاردة هي اللي كانت لها الدور الفاعل في الدخول في السوق، يعني صافي تعاملاتهم في شراء يزيد عن 200 مليون جنيه وهو الأكبر منذ فترة طويلة، وبالتالي ده الدفع المؤشر الاي جي اكس 30 هو اللي كان فيه ارتفاعات قوية جدا النهاردة، ويمكن يعني تفوق على اي جي اكس 70 على عكس الفترات الماضية، وبالتالي شفنا انتفاعات شرائية خاصة على قطاعات مميزة. كمان النهاردة كان في عندنا أخبار جيدة جدا على بعض الشركات، خاصة بعض الشركات قطاع الأسمدة اللي أعلنت نتائج أعمال جيدة جدا، وبالتالي حصل فيها ارتفاعات سعرية كبيرة. هذه الارتفاعات السعرية بالتأكيد دعمت اتجاه سوق الارتفاع. دكتور معتصم، لعل توجيهات الرئيس في إفطار الأسرة المصرية سيتحول إلى خطة عمل، يعني مثلا رئيس صندوق مصر السيادي قال إنه بعد أجازة عيد الفطر مباشرة سيتم وضع خطة وتحديد رؤى الطروحات الجديدة في السوق المصري. إذا نحن قاب قوسين أو أدنى من أن نجد أول قطرة في هذا الغيث. الحقيقة الطروحات الحكومية يعني في فترة 6 سنوات الماضية كان عندنا فرص جيده جدا ان احنا نقوم بمزيد من الطروحات. الحقيقه في بعض الطروحات اللي تمت ب يعني عمليه بيع محدوده لبعض المستثمرين. احنا نرغب في عدد من الطروحات يكون فيها مشاركه مجتمعيه اكبر عشان عدد المستثمرين في السوق يزيد والصفقات النقديه اللي داخله للسوق يزيد بشكل كبير. كمان السوق لما هيبقى عنده خطه طروحات حكوميه واضحه وعدد الشركات اللي في السوق هتزيد، واحنا عارفين ان عدد الشركات يعني دلوقتي يمكن تقترب من 230 شركه في السوق، لكن عام 2008 كانوا يقتربوا من 1000 شركه، وبالتالي لابد ان احنا نسرع بزياده عدد الشركات. راس مال السوق النهارده 715 مليار جنيه، انا اشوف ان راس مال السوق ده لازم يتضاعف 10 مرات عشان نقدر ان احنا نوصل ل ان يكون السوق معبر عن الاقتصاد المصري بشكل كبير. لابد ان احنا نطرح شركات عندها معدلات ربحيه جيده، لابد ان احنا يكون من الخطه الحكوميه اللي يتم فيها طرح هذه الشركات ان احنا نراعي بشكل كبير التسعير، لان احنا بعد 2016 وتعويم 2016 كان عندنا 2017 و2018 فرصه جيده جدا لعمل حجم كبير من الطروحات، وكان في سيوله كبيره في السوق في هذا التوقيت. ايضا كان في 2020 عندنا هذه الفرصه، لكن دايما كنا بنبص على التسعير ان هو عائق، ان يعني السوق ممكن ما يتقبلش التسعير المرتفع في هذا التوقيت، وبالتالي يجب ان احنا ننظر للتسعير بمنطق ان هو تسعير ترويجي، تسعير مناسب للمستثمرين وللظروف الاقتصاديه في الاقليم وفي العالم الان، عشان نقدر نجذب مزيد من المستثمرين المحليين والمستثمرين الاجانب والعرب، وبالتالي هذه التدفقات هيزود من صفقات النقد الاجنبي للسوق المصري بشكل كبير، وبالتالي هيكون مصدر اخر من مصادر النقد الاجنبي. الطروحات الحكوميه هي باب الحل الاول للبورصه المصريه، لكن بالتاكيد لابد ان احنا ننظر لكافه العوامل التي تؤدي نجاح هذه الطروحات مع وجود جدول زمني محدد نلتزم به جميعا، علشان مش كل شويه ان هذا جدول يعني تبقى ظروف السوق تغيره او ان احنا نتراجع مؤقتا عن الطروحات، وبالتالي هذا الجدول الملزم يعني ممكن يضطرنا ان احنا نبيع باسعار مناسبه لاسعار السوق او لظروف السوق في توقيت الطروحات. دكتور معتصم، بالاستفاضه اكثر في مساله التسعير، هل يجب هنا ان نضع في اعتبارنا بالاساس المستثمر الاجنبي ام المستثمر المحلي، وكيف يمكن الوصول الى مستويات التسعير المناسبه لجذب الشريحتين؟ الحقيقه اولا المستثمرين الاجانب لازم نكون عارفين كويس جدا ان هم مش هيدخلوا اي سوق الا اذا كان المستثمر المحلي راضي بشكل كبير، والمستثمر المحلي محقق نتائج جيده، والمستثمر المحلي مطمئن لهذا السوق، وبالتالي كبر حجم المستثمرين المحليين ونشاط السوق وكبر حجم السوق هو اساس لجذب المستثمر الاجنبي. بقى اولا عندنا استهداف للمستثمر المحلي لان هو اساس السوق، هو المستثمر المحلي نسبته في التداولات تقترب الان من 80 او 85%، وبالتالي هو اساس السوق.
اذا قدرنا نكبر حجم المستثمرين المحليين ده بالتاكيد هيجذب المستثمرين الاجانب للسوق مره ثانيه. الاجانب بيهمهم حاجتين في السوق، سهوله الدخول وكمان سهوله الخروج، كمان بيهمهم ان هم يكون هناك قطاعات جيده جدا ربحيتها جيده عشان يقدر يدخل في السوق، وبالتالي لابد ان احنا نسعى على تنشيط احجام وقيمه التداول بشكل كبير، وكمان ان احنا الشركات اللي يتم طرحها تكون شركات جيده في قطاعات مميزه عشان نقدر ان احنا نجذب الاجانب لهذه القطاعات. طب دكتور معتصم، نهايه جيده لفتره صعود ولو انها كانت محدوده، لكنها تبشر بان الصعود القادم بعد اجازه عيد الفطر المبارك ستكون جيده ايضا، اذا كان اليوم صعود بنسبه 3% والمؤشر حافظ على مستواه فوق ال 11000 نقطه. بالنسبه للاخبار الجيده اظن سيكون هناك زخم مستمر لاول جلسه ما بعد العيد ان شاء الله. انا عاوز يعني اؤكد على كلامك ان حتى السوق النهارده اتجاهه صاعد وبقوه بعكس اتجاه الاسواق العالميه، شايفين الاسواق الامريكيه النهارده يمكن خلال الاسبوع كله كان فيها انخفاض نسبي، والنهارده كمان يعني فيها انخفاض طفيف، وبالتالي السوق المصري بخصوصيه الاحداث اللي موجوده فيه قدر ان هو يرتفع. وجود جدول سريع لتكليفات الرئيس وتنفيذها هو اللي هيساعد السوق على استمراريه الصعود، خاصه وان المستثمر المحلي ارهق بشكل كبير اخر ست شهور من الانخفاضات الكبيره اللي حصلت في السوق. دكتور معتصم، إذا عدنا بالحديث للشركات التي يتوقع أن تطرح في البورصة وبعضها طبعا مملوك للقوات المسلحة، لو تطلعنا على أهمية وجود هذه الشركات بالذات أنها تمثل قطاعات مختلفة بعض الشيء عن الشركات الموجودة بالفعل في البورصة المصرية. اولا عمليه الطروحات بشكل عام بتبقى مفيده لطرفين، الطرف الاول الشركه في حد ذاتها ان هي تقدر تنمو وتكبر ويتمول استثماراتها بشكل كبير، والطرف الثاني اللي هو كل من هو يتعامل مع هذه الشركه باي شكل من اشكال التعامل، يعني المستثمر اللي في هذه الشركه بيقدر ان هو يبقى عنده سهوله خروج الدخول للسوق بيع وشراء اسهمه بشكل سهل، وبالتالي هذه السيوله في عمليه البيع والشراء بترفع من قيمه الشركه بتاعته. ايوه، اذا كنا بنتكلم هنا على الدوله ان هي مستثمر في هذه الشركات، فده معناها ان قيمه اصول الدوله سترتفع قيمتها. طب كمان كل الموردين والعملاء اللي موجودين عند الشركه يقدروا ان هم يكون عندهم افصاح كامل بالبيانات الماليه عن الشركه، وهذا الافصاح الكامل يجعلهم اكثر طمانينه لهذه الشركه والتعامل معها. كمان الشركه بتاخذ دعايه يعني مجانيه تقريبا من كل الاعلام نتيجه وجودها في سوق الاوراق الماليه ونتيجه الاعلان عن مشروعاتها وعن حجم اعمالها وايراداتها وارباحها، وبالتالي ده في حد ذاته رساله ثقه لعملائها. كل ده بيفيد كل الاطراف. كمان الشركه بتقدر تحصل على تمويل رخيص، دايما نقول التمويل اللي عن طريق المساهمه هو تمويل رخيص، لان الشركه ما بيبقاش عندها التزام قانوني بتوزيع معين، وان كان المستثمر بيبقى متوقع منها عمليات توزيع وارباح كبيره نسبيا عن العوائد اللي ممكن يحققها على سبيل المثال من البنوك، وبالتالي جميع الاطراف هيكون مستفيده. الافصاح والشفافيه اللي هتقوم بيها الشركه يعني هيفيد الشركه بشكل كبير، ويلزمها ب يعني عمليات تحقق فيها ارباحها. الحوكمه اللي موجوده في الشركه ومراقبه عملياتها بتزيد نتيجه قدرها في سوق الاوراق الماليه، وبالتالي يعني ده بيزود في النهايه من شفافيه السوق، بيزود في النهايه من قيمه هذه الشركات بشكل كبير. الدكتور معتصم الشهيدي خبير اسواق المال، شكرا جزيلا على وجودك معنا. إلى بكين، حيث انخفض استهلاك الصين من الذهب بنسبة 9.7% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وبحسب البيانات الصينية فقد تراجع استهلاك الذهب في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى 260 طنا وربع طن، حيث وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انخفض استهلاك المجوهرات الذهبية بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي إلى مستوى 169 طنا، في حين انخفض استهلاك العملات والسبائك الذهبية بنسبة 27.7% على أساس سنوي إلى مستوى 70 طنا.
عالميا تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال تعاملات اليوم، حيث تراجعت العقود الآجلة إلى أدنى مستوى منذ 24 من فبراير الماضي بنحو 16% لتصل إلى 1878 دولارا للأونصة. نفتح الآن ملف الطاقة، حيث انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات اليوم مع دراسة المشترين خيارات لمواصلة الحصول على إمدادات من روسيا دون انتهاك العقوبات. وقالت وكالة بلومبرج إن الشركة الإيطالية إيني ستستعد لفتح حسابات بالروبل الروسي لدى غازبروم بانك، مما قد يسمح لها بالامتثال لطلب روسيا بدفع ثمن المشتريات بالعملة الروسية الروبل. وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3.5% عند مستوى 103 دولارات لكل ميجاوات في الساعة، بعدما ارتفعت بنحو 16% في اليومين الماضيين. هذا وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع استمرار المخاوف بشأن الرؤية المستقبلية للطلب العالمي على الخام مع انتشار فيروس كورونا في الصين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت ب17% أو ما يعادل 104 دولارات و60 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي بنحو 16% لتسجل نحو 100 دولار للبرميل. لمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي. أستاذ عاصم، الأعين ربما مستعدة لتتجه إلى فرنسا يوم الاثنين المقبل، حيث سيعقد اجتماع مهم على مستوى الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة التعامل الأوروبي الموحد مع روسيا، سواء بكميات ما يرد إلى أوروبا من غاز أو بالدفع بالروبل. لكن الآن والموقف الذي أحدثته شركة إيني الإيطالية يقول أن هناك بداية لشرخ كبير في الموقف الأوروبي الموحد حتى هذه اللحظة، هل يمكن أن نتوقع شيئا قبل يوم الاثنين؟ أهلا بك أستاذ أحمد. طبعا التحركات اللي بنشهدها في دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باتجاهها بالدفع بالروبل الروسي هي خطوات جادة، وذلك بعد قرار من روسيا كان صادم للأسواق بحظر بيع الصادرات لكل من بولندا وبلغاريا. هذا الحظر كان إشارة قوية إلى أن روسيا لن تتردد في اتخاذ مثل هذا القرار مع بقية الدول وعلى رأسهم ألمانيا وإيطاليا. وبالتالي شهدنا تحركات من شركة إيني الإيطالية بأنها قد تكون فتح حساب بروبل للاستعداد للدفع بروبل في حال قطع الإمدادات. برغم من تصريحات من مسؤولين بشركة غازبروم الروسية بأن الإمداد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا مستمر، إلا أن القرار بقطعه عن بلغاريا وبولندا كان يعني مفاجئ للأسواق وجعل ألمانيا وهي يعني الأكثر تضررا في حال اتخاذ هذا القرار تستعد بالفعل للامتثال للقرارات الروسية. ولكن هناك ايضا في نفس الوقت الذي تستعد فيه الدول للامتثال للقرارات الروسيه، هناك ايضا توجه للابتعاد عن الاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقه الروسيه. هناك مفاوضات يعني تقترب من الانتهاء مع الولايات المتحده الامريكيه للحصول على الغاز المسال بمقدار 15 مليار متر مكعب خلال العام الجاري. ايضا قد تتجه الدول الاوروبيه الى اسيا، وهناك تزاحم للدول الآسيوية لشراء الغاز، والاعتماد سيكون على الغاز المسال. نعم سيكون أكثر تكلفة، ولكنه يعني بديل آخر للغاز الروسي، وبالطبع تلك التوجهات ستدفع أسعار الغاز الطبيعي للارتفاع مرة أخرى بالرغم من الهبوط التصحيحي الذي شهدناه خلال الأيام الماضية. طيب شكرا جزيلا عاصم منصور المحلل الاقتصادي، سنضطر لقطع هذه المقابلة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن. وعلينا أن نلعب دورنا بقيادة هنا. طبعا التكلفة ليست
منخفضة، ولكن التكلفة ستعلو إذا سمحنا، إما أن نقف مع الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم أو نتوقف ولا نعمل أي شيء مع هذه الفظاعات التي تحدث من قبل روسيا هناك. الأوكرانيون في كل يوم يدفعون حياتهم، إذن علينا أن نقدم تمويلا وحتى دعم اقتصادي حتى يكون هناك هدف ويبقون يفعلون ما هم يفعلونه الآن. طبعا ينبغي أن نفعل هذا وبسرعة، فحتى قبل إطلاق الغزو الروسي أوضحت بأن الولايات المتحدة كيف سترد، وتوقعنا بأنهم سيغزون وهم غزوا، نعم، وقلنا بأننا لن نرسل قوات أمريكية لمقاتلة القوات الروسية في أوكرانيا، ولكننا سنقدم دعما عسكريا ونحاول توحيد العالم الغربي ضد العدوان الروسي. طبعا فرضنا عقوبات قوية على روسيا ودم أمرنا هذه الأسطورة بأنهم يمكن أن يتحركوا من دون أن يتحرك العالم. وأيضا حين تحدثنا عن الناتو وخاصة في شرق أوكرانيا، فهذا ما قلنا بأننا سنفعله وفعلناه. ولكن رغم هذه الخطابات التي تأتي من الكرملين فالحقائق ظاهرة للجميع. نحن لا نهاجم روسيا، نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي. الرئيس بوتين اختار هذا الغزو الوحشي، ويمكن أن يختار أن ينهي هذا الغزو الوحشي. روسيا هي المعتدي، روسيا هي المعتدي، والعالم عليه وسيحاسب العالم. روسيا عفوا. لقد رأيناهم يتركون أدلة كبيرة عن جرائم الحرب وراءهم، وما دام هذا الهجوم والفظائع مستمرة فإننا سنستمر في تقديم الدعم العسكري. دعوني فقط أوضح هنا، مثلا كان هناك عشاء مع الصحافة، فكروا ما فعلته الصحافة الأمريكية الشجاعة للبقاء في تلك المناطق، مناطق الحرب، ولذكر ما يحدث هناك. أنا أحترم الصحافة كثيرا، ولكن لا يمكن أن نقول لكم مدى احترامي للصحفيين وهم يتعرضون لوقف إطلاق النار ويغامرون بحياتهم ويجازفون. تخيلوا لو لم تكن لدينا تلك المعلومات، سنكون هناك عالم مختلف وظروف مختلفة. وفي طبعا خلال الشهرين الماضيين رأينا روسيا تطلق حملة عنيفة هناك، ونقلنا أسلحة هناك في وقت قياسي، وبفضل الدعم الذي قدمناه فإن القوات الروسية تراجعت من كييف ولم تتقدم. أرسلنا الآلاف من الصواريخ والهليكوبترات والطائرات المسيرة وأنظمة الرادار، أكثر من 50 مليون دولار من الذخائر، والولايات المتحدة قدمت 10 مرات أكثر من أي دبابة، أي 10 دبابات مقابل دبابة روسية. وأيضا قدمنا لهم المعلومات لمواجهة العدوان الروسي، وبتسهيل أيضا تدفق الأموال، وأيضا بالعمل مع حلفائنا بأسلحة من الدبابات والمدفعية وغيرها. هذا حدث في سرعة قياسية، ومعظم الأسلحة التي أعلننا عنها في الأسبوعين الماضيين وصلت إلى أوكرانيا ويمكن استعمالها الآن في المعركة. ولكن أظن بأن أننا قد وصلنا إلى المرحلة فيما يسمى سلطات السحب الذي يعطيه الكونغرس لتقديم الأموال. فنحن الآن نعاني من نقص في التمويل، ولذلك في اليوم وللإبقاء حتى تتمكن أوكرانيا من القتال، فإنني أرسل إلى الكونغرس طلبا آخر للتمويل حتى نساعد الشجعان من الأوكرانيين، وأيضا نبقي الدعم الإنساني لأوكرانيا. هذا التمويل الإضافي يسد حاجيات الجيش الأوكراني في الأسابيع والأشهر المقبلة، وهذا أيضا مرحلة انتقالية سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن ضد هذا العدوان الروسي. هذا الدعم سيقدم حتى مدرعات وأيضا قدرات مضادة للطيران حتى تستعمل، والتي رأينا بأن
الأوكرانيين الأبطال يستعملونها بفعالية على الأرض. هناك أيضا حاجة للمياه والغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية وللنازحين الأوكرانيين، وتقديم أيضا الدعم لأولئك الذين هم لاجئون في دول أخرى. وسنساعد المدارس والمستشفيات أيضا. هذا سيسمع أيضا للتقاعد، لدفع أموال التقاعد حتى تجد الحكومة الأوكرانية أموالا لتقدمها لهم، وأيضا لنواجه نقص الغذاء حول العالم. فأوكرانيا هي أكبر أو إحدى أكبر المنتجين في العالم من الحبوب، وبوتين طبعا يحاول أن يمنع خروج هذه الحبوب من أوكرانيا. وبوتين، حرب بوتين، ليس العقوبات هي التي تعرقل تحرك الغذاء من الأرض والبحر إلى الدول حول العالم. وهذا التمويل سيساعد في أيضا في عدم ارتفاع أسعار الغذاء بسبب هذه الحرب الروسية في أوكرانيا، وسيساعد المزارعين الأمريكيين في إنتاج مثلا فول الصويا والقمح وغيرها، وهذا جيد للعالم. وهذا الطلب الإضافي سيستعمل أيضا لزيادة الإنتاج المحلي هنا، ومثلا إذا تحدثنا عن النيكل والليثيوم التي يتم عرقلتها من حرب بوتين في أوكرانيا، وهي ضرورية في صناعة السيارات وغيرها. وأنا آمل بأن الكونغرس سيوافق على هذا بسرعة. أود أن أشكر الكونغرس ديمقراطيين وجمهوريين لدعمهم لشعب أوكرانيا، والأسبوع المقبل سأكون في ألاباما لزيارة مصنع هناك يصنع صواريخ الجافلين التي نرسلها إلى أوكرانيا. وأشكر المصنعين الأمريكيين لإنتاجهم لهذه الأسلحة التي تساعد أوكرانيا. عملهم الدؤوب ودورهم رائع في إفشال بوتين. وبالإضافة إلى هذا التمويل الإضافي، فإنني أرسل إلى الكونغرس أيضا حزمة أخرى ستزيد في جهودنا حتى نواجه الأوليغارشية الروس ونجمد أموالهم. سنرحب بهم بطريقتنا، وسنصادر كل ما لديهم وكل ما لدى هذه الطبقة، هذه الطبقة الثرية المحيطة ببوتين. هؤلاء أناس أشرار، وسنصادر ممتلكاتهم وأصولهم، وهذا سيخلق مسارا جديدا حتى نستولي عليها، ونضمن بأنه حين يتم بيع تلك المصادرات فسيتم هذه الأموال يتم صرفها لمساعدة الأوكرانيين. وبالإضافة لذلك، في المساء كان هناك تهديد من روسيا بالأمس لقطع الغاز عن حليفتين لنا. نحن نستطيع أن نستعمل إمداداتنا هنا لمساعدة حلفائنا. بعض الدول الأوروبية توجه طبعا صعوبات للتخلي عن الطاقة الروسية، وروسيا كانت دائما تحاول أن تلعب هذه الورقة، ومهما كانت الفوارق ولكن هذه التحركات تبدي بأن الطاقة ليست بضاعة تبيعها روسيا فحسب، ولكنها سلاح تستعمله روسيا ضد أولئك الذين يقفون ضد عدوانها. دعوني أكون واضحا، لن نسمح لروسيا في ابتزاز الدول، لن نسمح لهم باستعمال النفط والغاز، وسنعمل مع الدول الأخرى مثل كوريا واليابان وقطر لدعم جهودنا لمساعدة حلفائنا الأوروبيين المهددين من روسيا في الابتزاز الطاقوي لسد حاجياتهم. العدوان لن ينتصر، التهديد لن ينتصر. هذا فقط تذكرة بما هو على المحك بالنسبة لأوروبا بأن التحرك نحو الطاقة النظيفة. الولايات المتحدة تفعل هذا الآن. في العام الماضي أنتجنا طاقة شمسية ونظيفة أكثر
مقارنة بأي وقت في تاريخنا، وأيضا عززنا اعتمادنا على الطاقة والمنشآت النووية، والذي الآن ينتج نصف حاجياتنا الطاقوية. إذن أنا أرى بأن هذه فرصة عظيمة لنا، وفي نهاية المطاف كل هذه الأفعال التي اتخذناها بشأن الحقيقة والاستثمار في حرية أوكرانيا هو سعر تكلفته قليلة، لأننا سنواجه أزمات أعظم في المستقبل إذا لم نتحرك. في تاريخنا تعلمنا بأنه حين الدكتاتوريون أو الطغاة لا يدفعون ثمن مغامراتهم فالتكلفة ستكون غالية جدا. التهديد للعالم وللولايات المتحدة يرتفع ولا يزال في ارتفاع، ولا يمكن أن نسمح بهذا. وحدتنا هنا ووحدتنا مع شركائنا ومع الشعب الأوكراني بنرسل رسالة واضحة لبوتين: لن تنجح في السيطرة على أوكرانيا. وأخيرا، سنستمر في تقديم الدعم الضروري لأوكرانيا، وسنكون حذرين أيضا في مكافحة كوفيد هنا وفي العالم. ولذلك أدعو الكونغرس لتخصيص 20 مليار دولار حتى يتمكن الشعب الأمريكي من حماية نفسه من كوفيد-19. سبب نجاحنا في الماضي هو لأنني استطعت العمل مع المصنعين لتكون هناك كميات عظيمة تصلنا في وقت قياسي. ومن دون تمويل إضافي فلا يمكن أن نطلب اللقاحات التي نحن بحاجة إليها، وربما سنخسر في هذا السباق. نحن طبعا بالنسبة للأدوية والعلاجات وغيرها نحن نعاني من نقص الآن، ولا نستطيع حتى شراء اللقاحات بسرعة. لقد قدمنا طبعا لقاحات عظيمة أو بكميات عظيمة إلى دول العالم. طبعا of the supply chain disruptions. Look, let's get both of these critical tasks done. إيقاف انتشار هذا الوباء في العالم. لا نريد أي انقطاع في سلسلة الإمدادات. دعونا ننجز هاتين المهمتين. نحتاج إلى العمل الآن. الآن. شكرا. Watch your head, man. You're going to get hurt. Just turn that camera on. He's a gentleman. Mr. President, I wanted to ask what your... سيد الرئيس، ما هي رسالتك إلى اللاجئين الأوكرانيين على الحدود الجنوبية الغربية ومن يحاولون الفرار من العنف؟ لقد هناك إمكانية لقدوم اللاجئين مباشرة إلى الولايات المتحدة بدون التوجه إلى الحدود الجنوبية. أيضا في الجنوب أو على الحدود الجنوبية يجب أن تكون هناك عمليات منظمة بإمكانهم الطيران مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهناك آليات عليهم أن يحصلوا على التأشيرة. كيف تتصدون لوسائل الإعلام الروسية والتي تقول بأن هذا النزاع هو بين روسيا والولايات المتحدة؟ ما صرح عنه وزير خارجية الروسي لافروف؟ هذا غير صحيح. هذا يقلقني، وهذا يظهر اليأس الذي يشعر به الروس نتيجة لفشلهم الذريع. أعتقد أن هذا انعكاس ليس للحقيقة وإنما لفشلهم. وبدلاً من القول أن الأوكرانيين مسلحون ببعض القدرات لمقاومة القوات الروسية وأنها هي التي تقوم بذلك، يقولون للناس الولايات المتحدة وكل الناتو منخرط في مقاومة القوات الروسية وتدمير القوات الروسية والدبابات الروسية. أولاً هذا عذر لتبرير فشلهم. ثانياً إذا كانوا يقصدونه فعلاً، لا أحد يجب أن يعلق باستخفاف بشأن استعمال الأسلحة النووية. هذا غير مسؤول.
السيد الرئيس، بالنسبة للقانون 42 والحدود، مسألة الحدود للولايات المتحدة، الحدود الجنوبية، نحتاج إلى إجابة واضحة. لقد اقترحنا التخلص من هذه السياسة بحلول نهاية شهر مايو، والمحكمة قالت نستطيع، وما تقول المحكمة ما تقوله سنفعله. إذا قالت المحكمة لن نستطيع عمل هذا فانتهى الأمر. قلتم بأنها ليست حرب الوكالة، ولكن الروس لا يتفقون بذلك ويقولون أن الحرب هي الحرب. نحن مستعدون لأي شيء يفعلونه. هل ستتأكدون لبلغاريا وبولندا للغاز؟ بولندا أشارت إلى أن لديها احتياط هام من الغاز، وكذلك بلغاريا، ولكن ليس مثل بولندا. وقد عملنا مع حلفائنا مثل اليابان لتحويل مبيعات الغاز الطبيعي الذي نرسله لهذه البلدان وتحويله مباشرة إلى بولندا وبلغاريا. هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك الآن. ما هو قلقكم بالنسبة لحدوث ركود اقتصادي؟ أنا لست قلقاً بشأن الركود الاقتصادي. هناك دائماً قلق، ولكن الناتج القومي العام 4.5% في الربع الماضي. كان هناك استثمارات ازدادت إلى حد كبير، رقم واحد. ورقم اثنين، البطالة عند أدنى مستوياتها منذ السبعينيات، 4.5 مليون وظيفة أوجدت في العام الماضي. أيضا لدينا وجهات نظر مختلفة عن وجهات نظر السيناتور سكوت، والذين يريدون زيادة الضرائب على العائلات الصغيرة. ما رأيناه هو نمو كبير في البلاد تأثر بالجائحة والانقطاع الذي حدث نتيجة لها. علينا دائما أن نلقي نظرة. لا نستطيع أن نتنبأ بكل ركود اقتصادي. ربما يكون هناك بعض الركود في 2023. أنا قلق بشأن هذا، ولكن بالنسبة لأصدقائنا الجمهوريين المعنيين بعمل شيء يتعلق بالنمو الاقتصادي، هؤلاء يجب أن يساعدونا على تخفيض العجز، وهذا ما فعلناه في العام الماضي. يجب أن يكونوا مستعدين للعمل معنا كي تكون هناك قوانين ضريبية فاعلة والكل يدفع حصته العادلة. يجب أن يكونوا في موقف لا يرفعون فيه الضرائب على الطبقة الوسطى، وإنما على الناس الذين يقر الجميع بأنهم لا يدفعون حصتهم العادلة. أنا قلت هذا مئات المرات. هناك 50 شركة أساسية لم تدفع 40 مليار دولار في العام الماضي. لا أحد دخله أقل من 400 ألف في السنة سيدفع مليم واحد كضريبة. لا أهتم كيف يفعلونها. يمكن أن يفعلوها سوية أو كل على حدة. السيد شومر في الأمس إلى استخدام صلاحيات تنفيذية لإلغاء ديون الطلاب. ما الذي تنوون فعله؟ المتحدث قال هذا؟ زعيم الأغلبية في الكونغرس. رقم واحد، الشيء الأول الذي فعلوه أو يفعلونه يجب أن يفعلوه هو إصلاح النظام غير الفاعل. تقريبا أكثر من 700 ألف شخص تم إعفائهم من الديون لأنهم يعملون كمدرسين إلى آخره، وهؤلاء مؤهلون. ثانيا، أنا معني بالعمل على بعض تخفيض الديون. أنا لا أعتبر أو لا أنظر في 50 ألف دولار كتخفيض للديون.
ولكن سيكون هناك إعفاءات أخرى من الديون. مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يطلب فيه دعما إضافيا موجها لأوكرانيا يبلغ 33 مليار دولار. إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطالب من الكونغرس بإتاحة أو الموافقة على هذه التمويلات الإضافية. خلال المؤتمر الصحفي قال إن المخصصات الإضافية ستتوزع للدعم العسكري وأيضا الإنساني، وأشار جو بايدن أنه سيزور الأسبوع المقبل مصنع في ولاية ألاباما الأمريكية، وهذا المصنع يصنع الصواريخ وتتوجه بعد ذلك لأوكرانيا وتساعد الجانب الأوكراني على مواجهة العملية العسكرية الروسية. طبعا من أهم ما أشار إليه بايدن إلى أن الولايات المتحدة تدرس مصادرة ممتلكات وأصول الروس، وتحديدا الطبقة الثرية المحيطة بالرئيس الروسي بوتين، وتوجيه هذه الأموال لمساعدة الأوكرانيين. وعن رد فعله بشأن قطع إمدادات الغاز الروسي عن بلغاريا وبولندا، قال بوتين إن هذه الدول من حلفائنا وتعهد بتعويض هذا الغاز للدولتين، لأنه لن يسمح بابتزاز الدول عن طريق سلاح النفط والغاز، وأشار إلى أهمية زيادة الاعتماد على مصادر بديلة ونظيفة للطاقة طبعا في كل دول العالم، وبشكل عام تعهد باستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا. على جانب آخر، قال بوتين إنه يجب تخصيص أموال أكثر، تحديدا 20 مليار دولار لمكافحة جائحة كورونا، وطلب تمويل إضافي لهذا الملف سيذهب لتوفير الدواء واللقاحات. أحمد، يعني أرقام كثيرة قالها رئيس الأمريكي جو بايدن، أرقام كبيرة في الواقع. لعلنا نتذكر بالإضافة ل 33 مليار دولار التي طلبها كدعم إضافي من الكونغرس الأمريكي، هو أيضا وضع بندا ملياريا بنحو 14 مليار دولار في الموازنة الأمريكية الجديدة، هذا منذ عدة أسابيع يخصص لدعم أوكرانيا، كان قد بدأ في يوم 26 من فبراير الماضي، وبعد يومين من دخول العملية الروسية في أوكرانيا يومها الأول، طلب 350 مليون دولار لدعم عاجل لأوكرانيا. ثم في 17 من مارس طلب مليار دولار، وكان طلب يوم 13 من مارس 200 مليون دولار. إذن دعم سخي كبير جدا يطلبه بايدن باستمرار لدعم أوكرانيا في مواجهتها لروسيا، رغم أنه قال في الكلمة التي استمعنا إليها منذ لحظات أنه لا يخشى الركود الاقتصادي في بلاده، وإن قال أيضا أن الركود قد يحدث في العام المقبل في صحيح. عام 2023، وطلب من الخبراء في الكونغرس ربما الدعم بالأفكار كي تخرج الولايات المتحدة من هذا الركود المتوقع. إذن هذا كان إجمالا بشكل سريع ما قاله بايدن في هذه الكلمة. عموما مشاهدينا، لمزيد من التفاصيل نتواصل مع مراسلنا في واشنطن الزميل كريم يسري. كريم، مساء الخير. وطبعا كما أشار أحمد، هي أموال سخية جدا تتيحها الولايات المتحدة تحت يد أوكرانيا لمساعدتها لمواجهة العملية العسكرية ضد روسيا. يعني لو أمكنك أن تحصل على ردود الفعل السريعة بخصوص هذه الأرقام، لأنه طبعا تم الإعلان عنها قبل قليل، يعني هل تتحمل الموازنة الأمريكية كل هذه المخصصات، بالذات أننا نعيش في ركود عالمي؟ نعم دينا، دعينا أولا يعني نبرز تفاصيل التمويل الجديد الذي طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الأمريكي، الذي يعني مجمله هو 33 مليار دولارا، يتضمن 20 مليار دولارا كمساعدات عسكرية
لإرسال الأسلحة بشكل عاجل للقوات الأوكرانية لمواجهة القوات الروسية، خاصة في إقليم الدونباس الذي تتقدم فيه القوات الروسية باعتراف البنتاغون الأمريكي، حتى ولو ذكر بأن هذا التقدم بطيئا. أيضا هناك 8.5 مليار كمساعدات اقتصادية للحكومة الأوكرانية والشعب الأوكراني، بالإضافة لباقي التمويل مخصص لوزارة الخارجية الأمريكية لتمويل بعض البرامج المتعلقة باللاجئين الأوكرانيين في عدد من الدول الأوروبية المجاورة للحدود الأوكرانية. ما تحدثنا عن وضع الاقتصاد الأمريكي وكيفية يعني الصمود أمام تلك المساعدات السخية من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي زيلينسكي. تحدث يعني أحمد عن مجمل المساعدات التي تمت خلال الفترة الماضية والمخصصات التي يعني طرحها بايدن، كان على مستوى الميزانية الحالية للولايات المتحدة أو إن كان على الميزانية الخاصة بالعام القادم. مجمل الاقتصاد الأمريكي الذي يتراوح بين 23 و24 تريليون دولار يعني سيشهد بعض يعني التباطؤ في النمو الاقتصادي، وهو ما حدث بالفعل في الربع الأول من هذا العام بتباطؤ بلغ 1.4% كأساس سنوي، بعدما كان معدل النمو المحلي الخاص بالاقتصاد الأمريكي قد وصل إلى 6.9% في الربع الأخير من عام 2021 بعد محاولات الانتعاش الخاصة بالاقتصاد الأمريكي بعد يعني عامين تقريبا من جائحة كورونا. ولكن مع بداية هذا العام كانت هناك العديد من المعوقات التي واجهت الاقتصاد الأمريكي، منها تأخر سلاسل التوريد، منها يعني انتشار آخر لجائحة كورونا يعني تحديدا متغير أوميكرون، ويعني إجمالا الأزمة الروسية الأوكرانية التي بالتأكيد يعني ضربت سلاسل التوريد بشكل كبير وأثرت عليها بشكل سلبي، وبالتالي أثرت على ارتفاعات الأسعار في الولايات المتحدة والتي وصلت نسبتها مع نهاية الربع الأول إلى 7.8%، وباقتطاع الغذاء والطاقة تكون 5.2%. وكان المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع بداية هذا العام هو فقط 2%، وبالتالي يعني هناك مساحة كبيرة خاصة بارتفاع. ورغم ذلك كريم يعني بايدن قال أنه لن يكون هناك ركود أمريكي في هذا العام، رغم أنه توقع هذا الركود في العام المقبل وطلب النصح من الآن. لكن دعني أناقش معك مقارنة بين رقمين. اليوم يطلب دعما إضافيا من الكونغرس ب 33 مليار دولار، في نفس الوقت يطلب فقط 20 مليار دولار للأمريكيين لمواجهة فيروس كورونا، التي قال إن ربما التطعيمات لا تصل بانتظام أو لا تتوفر بشكل كبير للأمريكيين. كيف يمكن أن يكون رد فعل دافع الضرائب الأمريكي حين يرى بلده تدفع أقل مبلغا أقل من الذي تخصصه لدولة أخرى، حتى لو كانت الذريعة أنها دولة تواجه حربا أو عدوانا ربما من دولة أخرى؟ طيب حتى يعود لنا كريم يسري، ربما فقدنا به الاتصال. لكن هي نقطة ملفتة للانتباه بالفعل يا أحمد، أنه يتم تخصيص مبالغ أكثر لمساعدة دولة أخرى دون وضع يعني أو عمل توازن في أوجه الصرف الداخلي. المفترض أن يكون العكس، أن يكون المبلغ الأكبر للدعم الداخلي ثم الرقم الأصغر للدعم الخارجي. لكن هذا ما يدفع البعض ربما للقول أن الولايات المتحدة لا تدعم فقط دولة في تواجه حربا أو عدوانا من دولة أخرى، وإنما هي حرب بالوكالة، هكذا تقول بعض التحليلات. إذن كريم، هل نحن محقون إذن ربما سيجد ذلك عنة من دفع الضرائب الأمريكي حين يرى أموالا أكثر تذهب إلى دولة أخرى وليس لمصلحته الشخصية المباشرة؟ من أجل تلك النقطة ربط جو بايدن اليوم
الشأن الخارجي وشأن روسيا وأوكرانيا بالشأن المحلي وتحديدا في ملف الضرائب، حينما ذكر بأنه لا ضرائب جديدة عمن يعني لا تتجاوز دخولهم حاجز ال 400,000 دولار سنويا لكل أسرة، وبالتالي جو بايدن يحاول طمأنة المجتمع الأمريكي بشأن ارتفاعات الضرائب أنها لن تتم سوى على أغنياء أمريكا فقط، وأن معظم الشعب الأمريكي لن تزيد عليه نسبة الضرائب أيضا. لكن كريم، ربما قال يعني بايدن هذا الكلام للخروج من الأزمة أو إنتاجها أصبح ضرورية للغاية لتلبية الاحتياج الأوروبي، إن كان على مستوى المحاصيل الغذائية أو إن كان على مستوى الغاز وأيضا النفط. ربما كريم إن كنت تسمعني، ربما تقليل الضرائب على فئات كثيرة من الأمريكيين هو خطوة في حلحلة الأزمة الأمريكية التي تعانيها الآن بسبب الأزمة العالمية عموما، لكن سيكون أعتقد ربما مشكلة في الكونغرس للموافقة على هذا الرقم الكبير، أم أن المؤامات داخل الكونغرس ستصل بالنهاية من بايدن أو إلى الموافقة على كلام بايدن وطلبه؟ طيب، يبدو أننا فقدنا مرة أخرى الاتصال بكريم يسري مراسلنا في واشنطن. نعم كريم، لعله عاد مرة أخرى دينا. كريم تسمعنا؟ نعم، عذر لانقطاع الاتصال. طيب، كنت أسألك أن خفض الضرائب يصب فقط في مصلحة تقليل حدة الأزمة الاقتصادية الأمريكية الحالية وليس ربما للتخفيف من ما يطلبه بايدن من معونات مستمرة لدعم القضية الأوكرانية؟ هو لم يتحدث عن خفض الضرائب أحمد، وتحدث عن زيادة الضرائب ولكن على طبقة معينة في المجتمع الأمريكي، تحدث عن زيادة الضرائب عمن تتجاوز يعني أجورهم أو إجمالي أرباحهم السنوية لكل أسرة أكثر من 400,000 دولار، أن من يحقق أقل من ذلك لن تزيد عليه الضرائب بمقدار دولارا واحدا. هذا كان مجمل حديث جو بايدن، لكنك محق بالتأكيد كل تلك المساعدات التي تذهب للجانب الأوروبي وتحديدا للجانب الأوكراني على مدار هذا العام أكيد ستؤثر على برامج أخرى أمريكية، إن كان في الشأن المحلي أو إن كان حتى في الشأن الدولي بالنسبة لعدد آخر من الدول التي يعني الولايات المتحدة تدعمها بعض الشيء، وهي يعني تعتبر حلفاء للولايات المتحدة وخاصة الدول الأكثر احتياجا أو الأكثر فقرا، وبالتالي كل تلك عمليات التمويل الضخمة التي تتم من الجانب الأمريكي لأوكرانيا هي رسالة واضحة أمريكية أن التمويل الأمريكي لن يتوقف ما دامت الحرب مستمرة، ما دامت الحرب الروسية أو العمليات العسكرية الروسية مستمرة على أوكرانيا، لأن الأمر أصبح هو خلاف حاد بين المجتمع الغربي أو الجانب الغربي متمثلا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشرقية أو الجانب الشرقي المتمثل في روسيا وربما بعض الحلفاء لديها مثل الصين. طيب كريم، سريعا، ما هي الانطباعات لدى المواطن العادي في الولايات المتحدة؟ هل يشعر بأن بلاده تدخل في صراع ليس بالضرورة يجب أن تكون فيه، أم هناك تأييد لهذه المساعدات والمساندة لأوكرانيا بما أن الولايات المتحدة دائما يعني تضع نفسها كراعية للديمقراطية ولحقوق الإنسان عالميا؟ طيب، يبدو أنه كريم ليس معنا. عموما مشاهدينا الكرام، تابعنا خلال الفترة الماضية المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن بيعرب عن يعني استمرار المساعدة للجانب الأوكراني في العملية العسكرية ضد روسيا، وطبعا يطلب تعهدات بأموال إضافية ضخمة في الحقيقة لدعم أوكرانيا، 33 مليار دولار للجانب العسكري وأيضا الإنساني. إذن هذه الكلمة التي أكد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه المستمر لأوكرانيا ولحلفاء الولايات المتحدة في مواجهة روسيا، خاصة في مسألة قطع الغاز عن بعض الحلفاء، وكان يقصد بذلك بولندا التي قطع عنها الغاز الروسي يوم أمس كي
تمتثل للطلب الروسي بالدفع بالروبل. بايدن في كلمته تحدث عن ربما مشكلة في إيصال مادتي النيكل والليثيوم المهمتين جدا لصناعة السيارات الأمريكية، وهما مادتان موجودتان بشكل كبير في أوكرانيا وروسيا، ولعل ذلك في إشارة إلى مشكلة تواجه صناعة السيارات الأمريكية في هذه الآونة. إذن هذا كان مجمل ما قاله الرئيس الأمريكي في كلمته قبل قليل. مشاهدينا هكذا نصل لنهاية تغطيتنا ضمن هذه الفترة. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكركم جزيلا على المتابعة. أنا دينا سالم والزميل أحمد بشتوم.